اهلا البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مريم سلايف. توحشت ندير معكم هذه المقدمات، توحشت ندير معكم فيديوهات، داكشي علاش ان شاء الله غادي نرجع معكم فيديوهات جديده وزوينه كنتمنى انها تعجبكم. الفيديو ديال اليوم باش ما نطولش عليكم غادي نشارك معكم ان شاء الله فيه تجربه ديالي مع ماسك ديال الشعر غارنيي اولترادو. هاد لو ماسك اللي مؤخرا بزاف ديال البنات كيسولوا عليه واش زوين واش ما زوينش، قلت انا ضروري خاصني ندير لكم فيديو عليه ونوريكم يعني التجربه ديالي معاه كيف كانت، واش بصح زوين واش يستاهل. البنات هذا راه منتوج راه فيه 98% من المواد اللي هي طبيعيه، ومؤخرا راه ولينا قليل فاش كنلقاو يعني شي منتوج فيه 98% من المواد الطبيعيه اولا 97 اولا 99، المهم هذه اللي هي نسبه كبيره بزاف كنلقاوها في هذا الماسك ديال الشعر اوغوزمون يعني كاين. البنات هذا راه بالموز والشيه، وما كاينش غير هذا النوع يعني كاينين بزاف الانواع، انا غنديرها لكم دابا في الصوره. كاين ديال الكوكو، كاين ديال الصبار، كاين بزاف البنات ديال الانواع، وكل واحد النوع ديال الشعر اللي كيصلح ليه. هذا البنات الشعر اللي هو جاف، رغم اني زعما انا شعري راه ماشي جاف وكنديروا ليه، انا شعري دهني وكنديروا، ولكن راه كيتستعمل بزاف ديال الطرق. كيف كتشوفوا دايرين انه يقدر نستعملوه كحمام زيت، نقدروا نستعملوه كماسك، نقدروا نستعملوه ككريم اللي كيبقى على الشعر وكنخليوه. انا ان شاء الله غادي نشرح لكم يعني بزاف الطرق اللي تقدروا تستعملوه بها، وفي الاخر غادي نقول لكم الطريقه اللي انا كنستعملها به ولقيت عليها صراحه النتيجه وكتخرج لي شعري زوين وكيعجبني صراحه النتيجه اللي هي زوينه. كيف كتشوفوا البنات انا راه ماشي اول بواطه، راه تقريبا راه هذه ثالث بواطه كنستعمل داكشي، باش يعني ماشي غير جيت وشاركت معكم التجربه ديالي معاه. البنات ماسك اللي هو زوين بزاف 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 وخطير، يعني عند واحد النتيجه غادي تبان لك من الاول. هذا البنات ماشي بالضروره كيف قلت يكون شعرك جاف باش تستعمليه، هما كاتبين انه للشعر الجاف اللي كيصعب التسريح ديالو فهو فعال ليه، ولكن انا البنات راه شعري يعني دهني وكنستعملو، ولكن راه ما كنديروش ككريم اللي كيبقى على الشعر، هذا هو الفرق. يعني الا كان شعرك دهني ما خاصكيش تخليه على شعرك يعني كبديل الزيت، لا، هذا الشعر الجاف اللي شعره جاف بزاف هو اللي كيخليه ككريم كيبقى على الشعر. انا البنات كيف كتشوفوا راه هذه البواطه يلاه ساليتها، وهذه يلاه خديتها وبديت فيها وقلت ضروري ضروري خاصني نوريها لكم ونوريكم يعني يعني واش عجبني واش ما عجبنيش وندوي لكم عليه اكثر. كيجي البنات كريمي بزاف كيف كتشوفوا، كيجي بحال لي ماسك الاخرين، غير هذا كيجي مدسم لانه فيه زيت الزيتون. هانتم كيف كتشوفوا ريتكم بلي البواطه يلاه ساليتها كامله. مهم نرجعوا بالنسبه للبنات راه فيه حتى زيت الزيتون، وفيه زيت ديال الشيا، وفيه زيت ديال الافوكا من غير زيت البنان حتى هو، يعني كاع المنتوجات اللي غيخليو لكم شعركم طايح مسبسب كيف كنقولوا. انا البنات صراحه بالنسبه للطريقه اللي انا كنستعملها، يا اما كنسرد شعري كنسردو مزيان مزيان بالماء، حيت البنات لاحظوا راه خاصكم ضروري الشعر يكون سارد الا بغيتو ديروا ليه الماسك، راه ماشي غير كنجيو وكنديروا الماسك على شعرنا وهو ناشف واخا غادي نخليه لشعرنا واحد 10 دقائق ولا لا، لا انا كنسرد شعري وكنديرو اولا كندير هاد الطريقه اللي غنشاركها معكم دابا. هذا البنات هاد البواط هاد القريعه نشريتها غير رخيصه، ما قلتش درت فيها الزيت انا اللي صيبته، درت فيها زيت الزيتون معاه الثومه. البنات هادي كنشكك بها شعري مزيان مزيان، هادي غير دخلتها لكم باش ماشي بالضروره تقولوا لا انا ما عنديش شي زيت اللي نشكك به شعري، لا تقدري يا حبيبتي تقادي الزيت غير في دارك، تقاديه يا اما بالثومه، انا دايره دابا بالثومه، مره كنديرو بالفلفل، مره الا كانوا عندي بحال هكا في الزيدين كناخذ شي زيت اللي هو زوين، ما كانش عندي راه كنقضي بالدار، راه زيت الزيتون للشعر راه ما كاين ما احسن منه، اكيد كتزيدي عليه الثومه ولا كتزيدي عليه الفلفله كيف قلت.
عندي البنات واحد الفيديو اللي دويت فيه على الطريقه ديال استعمال زعما كيفاش تقادو الزيت ديال الثومه غير في الدار اللي كيصلح للتطويل الشعر وكل شيء، وكاين حتى زيت الفلفل حتى هو زوين. يعني هذا غير بين قوسين باش نقول لكم بلي ضروري الزيوت، يعني خاص شعرنا يستافد من الزيوت، خاصنا نزيتوه مزيان باش ما ينشفش لينا. البنات كندير انا هاد الزيت كنشكك به شعري وكنخليه واحد الساعه وكندوره في الزيف وكنخليه وكنمشي كنشقى وكنسالي شقايا، عاد كندخل الحمام وكندير شامبوان ديالي كنحاول نتخلص من دوك الزيوت، وكنديرو هذا من وراء الشامبوان، يعني كنديرو كديميلور. هذه هي الحاله الاولى، كنديرو كديميلور يعني ما كنديروش ما كنديروش كماسك في هذه الحاله، لاني درت الزيت شكت شعري درتو من وراء الشامبوان. والطريقه الثانيه اللي هي قلت لكم ديال الماء، يعني قبل ما ندوج كنشد واحد السبراي كنسرد شعري مزيان مزيان، كنسردو غير شويه مهم، وتندير هاد لو ماسك كنديرو على شعري. فهاد الحاله كيولي لينا ماسك، يعني كيدير لنا ماسك، كندخل كنحك وداكشي، عاد كندير الشامبوان ديالي وكنتخل وصافي، ما كنبقاش مازال كنديرو كماسك. فهمتوني البنات؟ هذه طريقه اخرى، يعني كنديرو كماسك اولا كنديرو من ورا الدوش من ورا الشامبوان كديميلور. هذه هي الطريقه البنات اللي كندير، لانني انا شعري كيف قلت لكم دهني، وهذا خاص للشعر الجاف، ولكن راه كيعطي واحد الرطوبه اللي هو زوينه، داكشي باش ما قدرت الصراحه نتخلى عليه، عجبني بزاف وقلت ضروري خاصني نستعمله. كيف وريتكم البنات هنا راه داوي لكم على جميع اللي يعني كاع داكشي المعلومات اللي فيه، الا بغيتي تستعمليه شحال تقدري تخليه في شعرك. انا كنخليه صراحه ملي كنديرو ماسك كنخليه جوج دقائق بحال هكاك، غير كنديرو بحال هكا بما قديت الحمام بما قديت كلشي. هنا البنات هذيك 98% كيشرحوا لكم ديالاش شنو فيها وشنو اللي ما فيهاش، باللي راه ما فيش سيليكون، باللي راه فيه يعني سيليكون طبيعي وفيه زيوت طبيعيه كيف قلت لكم، اللي هي زيت الزيتون، زيت الافوكادو، زيت الشيا، وبزاف الحوايج زيوت اللي هي كتساعد الشعر الجاف باش يزيد ليه اللمعان ديالو ويزيد ليه القوه ديالو. هذا هو البنات هو خلاصه ديال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. انا حاولت انني نعطيكم تجربتي وكيفاش كنستعملو، وانتم لكم الاختيار الا كان شعركم يعني كيف كتشوفوا ماشي 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 جاف ولا كان شي نوع اخر من الشعر. راه وريتكم وغنعاود نوريكم هنايا تصاور ديال يعني انواع اخرى اللي انا صراحه ما مجرباهمش، ولكن هذا غنشكر شكرتو ليكم وكنتمنى انكم تجربوه، راه زوين بزاف وغادي يوافقكم، ونتمنى انه يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليو ليا في التعليق شنو بغيتوني نشارك معكم.